فإن المقاومة حق إنساني مشروع تلجأ إليه الشعوب من أجل نيل استقلالها وتقرير مصيرها وبناء نظامها السياسي والاقتصادي الجديد. جددت القوى الثورية موقفها التصعيدي ضد سلطات المنامة والاحتلال السعودي، وأكدت في بيان لها خلال اعتصام حمل عنوان ميداننا المنامة في بني جمرة، أكدت على الاستمرار في الحراك الثوري وتفعيل المقاومة ضد القوات الأجنبية والدفاع المقدس عن الأعراض. كما أعادت القوى الثورية رفضها للإملاءات الأمريكية والبريطانية التي تدعم أنظمة الاستبداد. رفض الإملاءات الغربية وخصوصا الأمريكية منها والبريطانية، فلقد أثبتت التجارب إن هاتان ليستا سوى رعاة لمصالحهما. وقالت القوى بأنها لن تتجاوب مع أي طرح سياسي لا يلبي حق تقرير المصير وإسقاط النظام الخليفي. ونؤكد أي طرح سياسي لا يلبي تطلعات وحق شعب البحرين في تقرير مصيره وإنهاء الحكم الدكتاتوري الخليفي. وحثت القوى الثورية على النزول الواسع في ميادين العاصمة في 17 مايو الجاري. فعالية ميداننا المنامة هي فعالية كبيرة ومهمة جدا في ثورتنا المباركة، وتركيزها في المنامة هو أمر مهم ورئيسي جدا. نعم، إنها العاصمة المنامة، وهي عاصمتكم والتي يجب أن ينتقل الحراك إليها، فهلموا هلموا إلى المنامة وواصلوا مسيرتكم، وعليكم بالمنامة فهي ميدانكم. وفي ملف احتجاز جثة الشهيد عبد العزيز العبار، شددت قوى الثورة على التضامن مع أسرة الشهيد، ودعت إلى تحرير جسده من قيود النظام، واعتبرت ذلك دينا في رقاب الثوار. في هذا السياق تواصلت التظاهرات المنددة بجريمة احتجاز جثمان الشهيد العبار بالتزامن مع استمرار التوافد الشعبي إلى منزل الشهيد والتضامن مع أهله، فيما شهد شوارع البلاد عمليات ميدانية غضبا لجريمة احتجاز جثمان الشهيد لأكثر من أسبوعين. وقد أظهرت الفعاليات التي شهدتها المناطق تأكيدا على خيار المقاومة المشروعة، رغم سياسة القتل والقمع المنهجية والتي يحاول النظام التغطية عليها من خلال مؤتمرات الحوار الديني واستجلاب الدعم من الخارج.